أكبر العمليات 13 يوم ونص على الشاشة، إحنا صورناها من 4 لـ5 أيام. طبيعي أن هذا النوع من المشاهد يحتاج لتمرينات مكثفة، ولكن خبرة محمد بمشاهد الأكشن سهلت كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله ونسينا محمد رسول الله. حضرنا الحاجات الأساسيات وعلى الحاجات اللي هو المفروض يعملها، وعمل 2 فايت بالإيد يعني بالسلاح من غير ضرب نار، عملنا له حاجات لطيفه يعني كانت ظريفه ان هو يتعلمها بسرعه. منسي انا لو مت كل ام ابنك مات راجل. ولأن المسلسل في مشاهد معارك كثيرة واحتاجت عدد كبير من الستانتس والمعدات، فالتحضير بدأ قبل فترة طويلة من التصوير. بدأنا المسلسل حوالي في شهر 11، بدأنا تحضيرات فعلية بقى للمسلسل للعمليات نفسها. كانت كل عملية بنحضر لها حوالي 2 أو 3 قبلها. وعشان تطلع المشاهد حقيقية كان لازم يرجعون للفيديوهات الأصلية. رجال القوات المسلحة بصراحة والناس اللي معانا من الجيش الشؤون المعنوية كانوا بيفرجونا على الحاجات، وكانوا بيمدونا على طول بمعلومات عن الشخصية نفسها، ازاي بتتحرك، ازاي بتروح، ازاي بتيجي. فده كل بصراحة ساعدنا يعني كتير قوي ان احنا نطلع الموضوع شكله حقيقي قوي. مش بس هذا، فالممثلين اتدربوا على السلاح كأنهم في معسكر للجيش، مش بس مجرد دور ويأدونه. بدأنا تحضير من بدري على التحرك التكتيكي. التحرك التكتيكي ده اللي هو تمشي زي بالسلاح، أو هتجري زي بالسلاح، أو ما تيجي تضرب بالسلاح من وراء هدف أنت مستخبي تضرب بالشمال، طب هتيجي تستخبى الناحية التانية فلازم تنقل السلاح من الشمال لليمين. عرفنا حاجات كتير قوي بصراحة ساعدتنا إن احنا نطلع الموضوع شكله حقيقي، واتمرنا كتير قوي على حمل السلاح وعلى المشي التكتيكي بيه ومن غيره، إزاي ترقد، إزاي تسحب. الموضوع كان صعب، والصعوبة كانت أكبر في تنفيذ هذه المشاهد الخطيرة، خاصة في وجود انفجارات وحرائق كثيرة في المسلسل. الله أكبر. بالنسبة للانفجارات والحريق يعني بيبقى في مواد بنستخدمها خاصة سينمائية يعني خاصة بينا عشان تدي الشكل الحقيقي اللي بيحصل في الحقيقة، بتاع الانفجار، بتاع النار، بتاع الدست، بتاع التراب. مواد سينمائية تؤدي إلى انفجار شكله حقيقي. ولكن طبعا حياة الممثلين والستانتس كانت من الأولويات، لهذا السبب الدقة في التنفيذ كانت مطلوبة. الممثلين كلهم كانوا بينفذوا بنفسهم، يعني عاد شوت واحد في المسلسل مش هذكره لأنه هو لسه متعرض. اللي بيعمل الانفجارات والحرائق دي حد أخويا جدا اسمه هاني المغربي. لما بيجي يعمل انفجار هو بيقول لنا إن الانفجار ده هيبقى شكله عامل كده، الزونة بتاعته هتبقى لحد هنا مثلا، فاحنا بنبدأ نشتغل فيما بعد. ولهذا السبب أيضا الجمهور عاش مع الأبطال اللحظات في أدق تفاصيلها، قدروا كاست المسلسل ينقلون المشاهدين لأرض المعركة كأنهم قاعدين يحضرونها وقت حدوثها، بالإضافة لاحترافية مخرج المسلسل بيتر ميمي. بيتر ميمي بيضيف وبيضيف لنا شخصيا، بيضيف لفريقي عموما. يعني بيتر ميمي المخرج الوحيد اللي موجود عارف أسماء الفريق واحد واحد عندي من كتر ما احنا شغالين مع بعض، هو فاهمني وأنا فاهمه. وهذه الكيمستري في الشغل موجودة أيضا بينه وبين أمير كرارة اللي خبرنا عن نسر. كل سنة يقول أنا مش هعمل أكشن تاني، خلاص دي آخر سنة، يعني الموضوع بيبقى متعب جدا. فأنا كل مرة أقول له بلاش تقول مش هعمل أكشن تاني عشان الموضوع بعدين بيبقى أتقل من اللي قبل. هو بيحب الموضوع، بس هذا الشيء ما يصعب التدريبات معه. التدريب ما بياخدش معانا وقت كتير لأنه هو عنده خلفية كبيرة، ولكن هذه المرة كان في مهمة ثانية لازم يتدرب عليها أمير وهي حمل السلاح. مضبوطة وثابت ومنشن مضبوط وشايل الهدف بتاعه على النشنكهات. ده مش احنا اللي مرنوا عليه طبعا، رجال الشؤون المعنوية بتوع الجيش يعني خدوه كده شوية قعدوا يمرنوا على كل حاجة بقى، على التحرك التكتيكي، على حمل السلاح، على النشان، على الغطس مربوط، خدوه شوية كده حلوين يعني. 1 2 3 9 1 2 3 10 1 2 3 11. وأكيد ما نقدر ننهي المقابلة بدون ما نعرف تفاصيل عن مشهد استشهاد أحمد المنسي اللي الكل منتظرينه. ايه وجعتك يلا؟ والله ما تعرفوا تاخدوا حد مننا. حلقة كاملة.
يعني مش عارف اتكلم فيه طبعا، يعني انا جسمي اشعر لما اكلمك. الموضوع صعب جدا بجد، تعبنا نفسيا واحنا بنصور 31 ضابط في حته مقفوله بتدرب عليهم بس، يعني مش عارف اتكلم عليه بصراحه، لازم تتفرجوا عليه. بس احنا بنصور فعلا كان الموضوع، كان الناس بتدمع فعلا. واحمد ما قدر يحبس دموعه خلال الحديث عن هذا المشهد. مش زي ما سمعنا ان شويه ضربوا، لا يعني الحقيقه اللي احنا حاولنا نوصلها للناس هتلاقيها مختلفه تماما عن اللي كان بيتسمع ساعه الحادثه، ان ناس دخلوا ضربوه فموتوا الناس وخلاص. لكن لا، الضرب قعد حوالي 6 ساعات بيضربوا بعض، او 3 ساعات، يعني من 3 ساعات لست ساعات بيضربوا على بعض كل انواع الاسلحه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله.